بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم رايحة ندير الكسرة بطريقتي أنايا. درت كمية تاع دقيق، رايحة ندير كمية تاع خميرة فورية، وندير كمية تاع الملح أو الربح، وفوق الخميرة رايحة ندير السكر لحرش عادي. احنا من عادتنا نديرو هذا السكر، يقولك باش كي تخمر يجي الخير ويجي الربح ويجي الفرح ويجي غير الحوايج الملاح كيما انا واكله. ونبللها بشويه تاع ماء، رايحة نحصل على هاد العجينة. رايحة نعجن هذي، نعجنها مليح بهذا الشكل هذا، وكما قلت ما نخليهاش تخمر. نحط الطاجين تاعي فوق الطابونة يسخن، هذا الشكل هذا. رايحة ندير زوج قرص صغيرين كيما هكذا، هذا الشكل. البارح فضل المطلوع، مع شوية كسرة قد رايحة ندير شوية تاع الزيت. ندهن هذه المساحة بالزيت، بهذا الشكل هذا هكذا. ان شاء الله ربي يطرح لنا البركه فيها، ونحطها فوق الطاجين. الحمد لله رب العالمين، هذه هي الكسره تاعي هكا كيفاه طابت، مازال سخونه. ماهيش خشينه بزاف وماشي رقيقه، طريه. نقول الحمد لله رب العالمين على هذه النعمة، اللهم اجعلها نعمة دائمة واحفظها من الزوال. الغداء تاعنا لحب ربي، رايحة ندير بطاطا مقلية بعد ما نكون غسلتها، نحي لها هذاك التراب تاعها. رايحة نكمل الكمية اللي عندي، نعود نغسلها ونبدا نقطعها. بعد ما غسلت البطاطا نبدا نقطعها، ونقطعها رقيقة بهذا الشكل هذا. نقطعها بهذا الشكل هذا، ونقطعها هكذا. حتى نكمل الكمية اللي عندي أكل، ونحط نقليها.
بهذا الشكل هذا. هذا هو شكل الفريت تاعي بعد ما كما نقولوا بعد ما قليتها. هذه هي. ودوك واش رايحه ندير؟ ندير حاجه واحده اخرى، ندير الجريوات. ودرك رايحه ندير جريوات مقليه. واش ندير؟ الجريوات نحي لها من فوق ومن هنا، نقيها مليح من هذاك الشعر هذاك اللي فيها ولا، ومن بعد نولي نغسلها مليح ونقطعها دوائر بهذا الشكل هذا. نحط نقلي الجريوات تاعي ونرجع. هذا هو شكل الجريوات بعد ما قليتها، الحمد لله رب العالمين. ودوك واش مازال لي؟ ندير سلطه تاع بصله، قطعتها بهذا الشكل هذا. احنا هذو الايامات رانا ناكلو في البصله ولاغا على جال الكورونا، قال لك معقم ومضاد حيوي وهذاك رانا ناكلو فيها، الله يبقي يستر. هذا مكان الطماطم بعد ما غسلتها. هذا هو الشكل تاعها. درت هذو زوج حبات تاع الثوم، هذو زوج سنات تاع الثوم، ثلاثة زيت وزوج خل. وهذا هو التقاد تاع السلطة تاعي. هذه هي السلطة، الحمد لله رب العالمين.
بسم الله. هذه هي الكسرة تاعي، الله يبارك، اللهم اجعلها نعمة دائمة واحفظها من الزوال. هذا هو الغداء تاعنا، وهذه هي المائدة تاعنا. غداء بسيط على قدنا كما قلت. هذه لهنايا، هذه الكسرة اللي درتها، الحمد لله رب العالمين. وهذه هنايا الفريت برطة مقلية، وهذه سلطة تاع طماطم وبصلة، درت لها ترقاد زيت وخل وملح وشوية تاع ثوم. وهذه هي الجريوات، الفريت ياكلها وليداتي، انا ما ناكلهاش، والجريوات ناكلها انا وولادي ما يحبوهاش. وهذا هنا فلفل الحار، انا الماكله بلا فلفل حار ما ناكلهاش، يعني لازم فلفل حار. ودائما مع الماكله كاس تاع الماء، يقول لك الماء كي تحط في المائده فيه المليح، يسمى كي تحط الماكله وما تحطش الماء حاجه مش مليحه، يسمى هذه ناس بكري يقولوها. دائما الماء يكون حاضر في الطابله. وهذه لهنايا درت صباع العروس، الحمد لله رب العالمين، جات مليحه وجات خفيفه، وجات خفيفه 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 خفيفه، وفيها واحد المذاق يسخف. درتها بهذا الشكل، درت كميه برك صغيره، ودرت لها هذه الشربات تاعها، هذا وين عسلتها، درت لها العسل غسيله. سهله، المكونات تاعها سهله وما تحكمش اليد، وفرحت بها وليداتي. جات كيما اللي تتباع برا، والله خير، انا اللي نقولها خير من اللي تتباع برا، لانه اي حاجه تخدم في الدار خير من تاع برا. اللي في الدار خدمتها بيدي، عارفه واش درت فيها، خدمتها بيدي مش كيما تاع برا، وتاع الدار دائما تجي مليحه. الحمد لله رب العالمين على هذه النعمة، الحمد لله رب العالمين على كلش، الحمد لله على الصحة وعلى العقل، والحمد لله على هذه النعمة هذه. اللهم اجعلها نعمة دائمة واحفظها من الزوال، اللهم اجعلها نعمة دائمة واحفظها من الزوال، اللهم اجعلها نعمة دائمة واحفظها من الزوال، والحمد لله رب العالمين.